هاي جايز، مرحبا حلوين، كيفكم؟ اليوم رجعنا لكم فيديو جديد. اليوم الفيديو راح يكون عن قصة زيارة الصديقة، بس اليوم راح اعمله بالليجو مع شخصيات ديزني. انا متحمسة كتير لاعملكم هاي القصة. وبس طبعا قبل ما نبلش بالفيديو، لا تنسوا تحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوا هاشتاج حملة توصيل قصص الالعاب لـ10,000 مشترك. خلينا نبلش بالفيديو. رابنزل هي راح تكون البنت اللي راح تزور الصديقة، أما سندريلا هي راح تكون الصديقة اللي راح تزور رابنزل. ويلا نبلش. آه يا للملل، لدي فكرة، لما أتصل بسندريلا وأقول لها أن تأتي عندي. تان 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 تان. نعم سندريلا، كيف حالك؟ ما رأيك أن تأتي عندي اليوم؟ إذن أنا بانتظارك، إلى اللقاء. أوه الحمد لله، لقد وافقت أن تأتي عندي. إذن سأذهب لأغير ملابسي وأرتدي ملابس أجمل. أجل، هكذا أجمل، وهذه الملابس أجمل أيضا. سأسرح شعري وأغير التسريحة، جميل جدا. والآن سأذهب لأنتظرها في الصالة، سأجلس هنا. أوه ها قد وصلت، سأفتح له الباب. سندريلا، أهلا حبيبتي. أهلا يا صديقتي، تفضلي تفضلي تفضلي، اجلسي هنا. حسنا، سأجلس بجوارك. كيف حالك يا صديقتي؟ الحمد لله. وأنت؟ الحمد لله أيضا. أتودين أن تأكلي شيء؟ لا حبيبتي لا أود. بلى سأحضر لك العصير. إن العصير في الثلاجة، سأحضره. ها هو، سأعطيه إياه. تفضلي يا سندريلا. شكرا لك. سأجلس هنا. لذيذ جدا، ألا تريدين أن تشربي؟ لا شكرا. انتهيت، سأذهب به إلى المطبخ. لا لا انتظري. ماذا؟ أنا سأخذه عنك، هاتيه. شكرا لك. لا شكر على واجب. سأضعه الآن هنا. هنا سأرجع لأجلس معها. لقد انتهيت. نعم سندريلا، ماذا يا رابنزل؟ أتريدين أن تلعبي معي لعبة التسريحات؟ لعبة التسريحات، وما هي؟ بمعنى أن كل واحدة تفعل للأخرى تسريحة بشعرها. حسنا، هيا تعالي إلى غرفتي. حسنا، هيا هيا. اجلسي على هذا السرير وأنا سأفعل لك التسريحة الأولى. حسنا، لقد جلست، والآن سأفعل لك. الآن سوف أفعل لك اللمسة الأخيرة. اجلسي هكذا لأنني سأضع لك الورد. هكذا أصبحت رائعة، ويمكنك الآن أن ترى نفسك في المرآة. حسنا، أغمضي عينيك. 1 2 3، افتحيهما. ما أجملها، إنها تسريحة رائعة جدا جدا. الآن أتدري لأفعل لك. اجلسي على السرير. حسنا، والآن سأفعل لك. نعم سأضع لك اللمسات الأخيرة، هذه. والآن يمكنك أن تري نفسك. حسنا، والآن أغمضي عينيك. 1 2 3. ما أجملها، إنها مثل تسريحة شعرك الأولى. نعم، والآن أصبحت أنا أنت وأنت أنا، ولكن بملابس مختلفة. نعم هذا صحيح، نحن نشبه بعض كثيرا. والآن هيا فلننزل إلى الصالة. هيا هيا فلنجلس. لقد استمتعنا كثيرا اليوم. هذا صحيح. وبعد مرور ساعتان، رابنزل، ماذا يا سندريلا؟ يجب الآن أن أذهب إلى المنزل، لكن لماذا؟ لماذا؟ اجلسي عندي قليلا. لا يجب علي أن أذهب إلى المنزل الآن. ما ورائك؟ لا شيء، ولكن يجب أن أذهب إلى المنزل، لقد جلست عندك الكثير من الوقت. حسنا، هيا. لقد استمتعت عندك اليوم كثيرا، وأنا أيضا استمتعت بوجودك. سأشتاق لك كثيرا. وأنا أيضا يا رابنزل. لا تحزني، سأتي عندك في المرات القادمة. حسنا، إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء إلى اللقاء.
لقد استمتعت أنا وهي. وبس حد كان في دي اليوم يا حلوين، كانت معكم سندريلا وكان معكم رابنزل. بتمنى تكونوا استمتعتوا وحبيتوا. إذا حبيتوا لا تنسوا تحطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا وصح قبل ما لكم يلا باي. لا تنسوا هاشتاج حملة توصيل قصص الألعاب للعشر تلاف مشترك. أنا كتير كتير مبسوطة لأنه كل يوم بنزيد ألف مشترك ألف مشترك، هيك رح نصير عشر تلاف يعني بأقرب وقت. وأنا كتير بحبكم ويلا باي.